ارتفاع سعر صرف دولار الأمريكي أمام الليرة السورية في السوق السوداء وزيادة رواتب المحامين المتقاعدين بنسبة 100% وارتفاع متواصل ومستمر لأسعار الألبان والأجبان في سوريا واستقرار وهدوء في سوق الذهب في سوريا على خلفية استقرار سعر الأونص عالميا. هذه عناوين أهم الأخبار والأحداث الاقتصادية في سوريا. للمتابعة كمل معايا، أنا حسين علي بتكلم في الذهب والدولار والعملات. في البداية ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ففيها الخير والبركة، ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. لم يمضي على تراجع الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية سوى ساعات قليلة حتى عاد الأخضر للارتفاع في عدد من المدن والمحافظات داخل تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 1 يوليو 2024، وما زالت تحركات الدولار في السوق السوداء محدودة ما بين الصعود الطفيف والتراجع الطفيف منذ قرابة الشهرين، فخلالها هبط الأخضر أسفل 15,000 ليرة ثم عاد ليسجل 15,500 ليرة في بعض المحافظات. ووفقا للأسعار المعلنة في السوق السوداء فإن $100 هتساوي 1,500,000 ليرة. وكان مصرف سوريا المركزي قد حدد سعر الدولار في نشرة الصرافة والمصارف عند 13,600 ليرة، وفي نشرة السوق الرسمية التي تصدر عن البنوك عند 12,500 ليرة. وبالنسبة لأهم الأخبار الاقتصادية في سوريا، زيادة رواتب المحامين المتقاعدين بنسبة 100%. وفي التفاصيل، كشف محمد أسامة برهان نقيب المحامين بريف دمشق في تصريحات صحفية له عن زيادة الرواتب التقاعدية للمحامين بنسبة 100%، وذكر برهان أن الحد الأدنى للرواتب بات 400,000 ليرة والأعلى 600,000 ليرة، كما تم رفع معونة الوفاة من 5 ملايين إلى 10 ملايين ليرة. ومن جانبه بيّن نقيب المحامين في سوريا أن راتب المحامي المتقاعد المنتسب للنقابة ما بين 200 إلى 300,000 ليرة، وعدد المتقاعدين يصل إلى أكثر من 5,000. ولفت إلى أن أكثر من 90% من إيرادات النقابة من الوكالات التي تنظمها، وتكلفة الوكالة زادت عن عام 2010 3.5 أضعاف فقط، أي من 10,000 إلى 35,000 ليرة. وعلى صعيد السلع التي يحتاجها المواطنين، سجلت أسعار الألبان والأجبان في سوريا ارتفاع مستمر ومتواصل، حيث كشف عضو الجمعية الحرفية للأجبان والألبان أحمد السواس عن استمرار ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته، وأرجع ذلك لتراجع موسم حليب الغنم بشكل كبير والاعتماد على البقري، بالإضافة لاعتماد معامل البوزة على الحليب الطازج بدلا من البودرة نظرا لارتفاع أسعاره بشكل كبير، وبالتالي ترتفع أسعار الحليب لكثرة الطلب عليه ومعه ارتفاع بتكاليف الإنتاج، كما أشار إلى ضعف القوى الشرائية والإقبال على منتجات الحليب بشكل ملحوظ، ونوه بأن الشراء اقتصر على الوجبة فقط، أي أن المستهلك يشتري الجبنة بالقطعة واللبنة ما بين 200 إلى 300 جرام والحد الأعلى بالنصف كيلو. وفي النهاية نؤكد أنه مع استمرار ارتفاع أسعار السلع بالأسواق وتدني دخل المواطن، فلن يشفع له إن حصل على دعم نقدي أو سلعي أن يمر يومه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والطاحنة. ورغم كل ما يعانيه المواطن من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بآمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت، بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ إما يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. وبالنسبة لأسعار صرف دولار، فعدد من المدن والمحافظات السورية خلال تعاملات اليوم الاثنين سجل دولار في دمشق 15,100 ليرة مبيع و 15,000 ليرة شراء، وسجل الدولار في حلب 15,150 ليرة مبيع و 15,050 ليرة شراء، وسجل الدولار في إدلب 15,400 ليرة مبيع و 15,300 ليرة شراء، وسجل الدولار في اللاذقية طرطوس 15,100 ليرة مبيع و 15,000 ليرة شراء، وسجل الدولار في حماة 15,150 ليرة مبيع و 15,050 ليرة شراء، وسجل الدولار في درعة 15,150 ليرة مبيع و 15,050 ليرة شراء، وسجل الدولار في حمص 15,150 ليرة مبيع و 15,050 ليرة شراء، وسجل الدولار في عين العرب 15,300 ليرة مبيع و 15,200 ليرة شراء، وسجل الدولار في منبج
15300 ليرة مبيع و15200 ليرة شراء، وسجل دولار في الرقة 15300 ليرة مبيع و15200 ليرة شراء، وسجل دولار في دير الزور 15450 ليرة مبيع و15350 ليرة شراء، وسجل دولار في الحسكة القامشلي 15500 ليرة مبيع و15400 ليرة شراء. أما فيما يتعلق بأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم، سجل اليورو 15973 ليرة مبيع و15860 ليرة شراء، وسجل الدولار الكندي 10894 ليرة مبيع و10813 ليرة شراء، وسجل الجنيه الاسترليني 18840 ليرة مبيع و18703 ليرة شراء، وسجل الدولار الاسترالي 9933 ليرة مبيع و9852 ليرة شراء، سجلت الليرة التركية 456 ليرة مبيع و451 ليرة شراء، وسجل الريال السعودي 3982 ليرة مبيع و3952 ليرة شراء، وسجل الدينار الكويتي 48617 ليرة مبيع و48265 ليرة شراء، وسجل الدرهم الإماراتي 4057 ليرة مبيع و4026 ليرة شراء، وسجل الريال القطري 4096 ليرة مبيع و4066 ليرة شراء، وسجل الدينار الأردني 21060 ليرة مبيع و20910 ليرة شراء، وسجل الدينار العراقي 11399 ليرة مبيع و11322 ليرة شراء، وسجل الجنيه المصري 310 ليرة مبيع و306 ليرة شراء. وبالنسبة لأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم الاثنين، سجل جرام الذهب عيار 24 مليون و122 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22 مليون و31 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 985 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 845 ألف ليرة، وسجلت أنصة الذهب 2326 دولار فاصل 72 سنت، وسجلت ليرة الذهب 8 مليون و11 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 523 دولار فاصل 71 سنت، وسجلت أنصة الفضة 445826 ليرة سورية اللي بتساوي 29 دولار فاصل 13 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 14335 ليرة. نكمل جولتنا لاستعراض أسعار صرف دولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية، واللي وصلنا فيها لأسعار صرف دولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15000 ليرة، وما زالت أسعار صرف الدولار مستقرة في السوق السوداء في لبنان عند مستويات 89650 ليرة للبيع و89350 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول، تابعني ودعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.